كيفاش الهيئة دي بتاع النقابات تاخذ قرارات في حق أولادنا اللي هما صاروا اليوم في الوسط للمقايضة للقاعدين يرغبوا بيهم يطلبوا فيهم في مطالب مهما كانت المطالب مشروعة. أولادنا راهو خط أحمر احنا زادة كأولياء ما نسمحوش بالشيء اللي قاعد صاير في أولادنا. احنا نقولوا لهم لهنا نحن أولياء والنقابة والهيئة اللي خذت قرار منع وحجب الأعداد على وليداتنا زاد هذا داخل في العمل متاعهم. وقت اللي يكونوا تحبوا تطالبوا وانتم ومطالبكم تكون مشروعة تكون الأولياء وتنصل كل معاكم. أما اليوم كي تحطونا أولادنا للمقايضة لهنا احنا خرجنا كأولياء باش يقولوا لهم هذا راه أولادنا خط أحمر وما فماش لعب بمستقبل ولادنا والجيل الكامل بتاع تونس. طالبوا باش تقف المهزله هذه والجريمه هذه في حقنا وفي حق وليداتنا اهم شيء. واذا فما مطالب المطالب راهي اذا تكون مشروعه الناس كل معاها.